بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل مهووس البدري حول العالم. دي الحلقة الثانية للبطل العالمي خفير، بطل العالم في طفرات عامل التخفيف، وفي الإنجليش عموما بصراحة هو مستويات الله أكبر، لكن هو تميز بطفرات عامل التخفيف. دي الحلقة الثانية للبطل، هنكثف فيها شوية موضوع التغذية وهنشوف حاجات هتعتبر للبعض غريبة. حابب بس افكركم في الجزء الاول من الحلقة، احنا اتكلمنا ان البطل ده بطل وبطل عالم ب 12 عين بس، 12 زوج فقط للتزاوج، وعنده مطارين حاطط فيهم كل الشباب وكل الطيور اللي مش شغالة وكل الزغاليل مع بعض في مكان واحد. ودي نقطة مهمة جدا لازم كلنا نركز فيها، علشان لو حد عنده شيء من الاحباط يبتدي يعيد تفكيره تاني ويستفاد جدا من حلقة بطل عالمي ناجح تسويقيا وناجح على مستوى المعارض. شفنا في الحلقة اللي فاتت نسبة كبيرة من طيوره، والحلقة دي ان شاء الله هنشوف نسبة اكبر وهنشوف ال 12 زوج اللي داخل بيهم الموسم ده. لو مشوفتش الحلقة اللي فاتت ادخل شوفها، هتلاقي اللينك في التفاصيل تحت الفيديو ده علشان تعرف تفاصيل الوجبة الغريبة اللي احنا بنشوفها حاليا، وجبة بيقدمها مرة واحدة في الشهر، ووجبة البروتين الحيواني. هنزل تفاصيل خاصة جدا ليها، لان هو بعت لنا بعد الحلقة وادانا تفاصيل ليها كتير. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. زي ما انتوا شايفين كده بعض الطيور الله اكبر بسم الله ما شاء الله، باين عليها موضوع التغذية جدا 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 وفرق في صحتها. النتي هي اللي بتغذي الذكور، التزاوج طبيعي جدا بدون اي تخطيط صناعي او تدخل بشري. خفير هنا بيقول لكم ان في كذا طريقة لتقديم الاملاح والمعادن، ودي مقدمة للي هتشوفوه دلوقتي، ان هو بيقدم الثلاث انواع اللي انتوا شايفينهم دول بطريقة مباشرة للطيور، يعني بدون مية وبدون اي اضافات تانية او بدون ما تكون مضافة على الطريق. زي ما انتوا شايفين كده اضافة صريحة، والطيور ما شاء الله اقبال زي الفل. ودول الثلاث انواع ممكن تجيب تفاصيلهم عن طريق جوجل. وبيستخدم برضو احجار التمليح كمكمل لبعض المعادن. تغيير المية وتنظيف المسائي بشكل يومي، وبيتم اعطاء من 3-4 ايام فيتامين دي مع الكالسيوم. وبيقول ان ده مش مهم بس للطيور المنتجة، هو مهم لاي طيور موجودة داخل منازل او داخل مزارع. بيتم وضع 2 مسقة، المسقة اللي على اليمين دي الزغاليل تقدر تشرب منها اللي هي المسقة الموبيليا، والمسقة اللي على الشمال مسقة للكبار. ما شاء الله نشوف الجميل ده بقى، العقد بتاعه اللي مخضر كده. البدري من الطيور اللي بيحب نباتات جدا، وخفير من حظه ان هو في جبل جنبه على كلامه، يعني موجود فيه الخزامي اللي هو نبات البنفسج، واكليل الجبل اللي هو الروزماري متوفر عنده، هو بيجيبه بيتم غسله كويس جدا وتقديمه للطيور. عايزكم تتابعوا الفيديوهات دي وتشوفوا الطيور فعلا ازاي سعيدة بالنباتات دي. ما شاء الله اللقطة دي بس فيها 6 انواع اكل محطوطة في العين ما شاء الله. الناس اللي زعلت ان هو بياكل فراخ او سمان وبتقول ان الكلام ده غالي ومكلف، دلوقتي هو فيه بيقدم فينو، بيقول ان الفينو بيقدمه مرة واحدة في الاسبوع، وان الطيور بتستمتع جدا في تدميره.
واكيد وده ما فيش استغناء عنه في اي مزرعه، عيدان الدخن موجوده. بيقول ان هو ممكن ينقعها 24 ساعه ويحطها للطيور، وممكن يقدمها بطريقه مباشره. ودلوقتي هسيبكم مع ال 12 زوج، تصنيف كل زوج مكتوب تحتيه، ممكن تقروه تاخدوا بالكم بقى هو ليه مجوز الزيجات دي لبعض، وتقيدوا ملاحظاتكم. يوميا بيفتح العشوش وبينظفها، بيحاول دايما يحافظ ان العش يكون ناشف مفهوش اي سوائل خالص، ويحاول ينظفه من اخراجات الطيور.